ممكن يبين من الفيديو انه مجموعه سنابات او فيديوهات مقصوصه ومنتجينها بشكل معين. اوكي وبعدين صارت رده الفعل كالاتي. وين رده الفعل اللي كالاتي؟ اتمنى لو بس احنا نوقف تايبنج ونسمع شنو رده الفعل اللي احنا ناطرينها. وين رده الفعل اللي احنا ناطرينها؟ علق هذا ولا رده الفعل اللي احنا ناطرينها ك انا ناطرها. خل اسمع. أكثر انتشاراً على السوشيال ميديا. قبل كنت بقول له أستاذ حسين منصور، هلا بس حسين منصور. ولا بيشرفني ألتقي وياه مثل هالأشكال. عفواً منو الأخت؟ مريم حسين. منو؟ مريم حسين. اللي وظيفتها بالدنيا هي من التهاوش والتناجر. حتى ما أذكر شنو آخر مسلسل لها. خلنا نأخذ أول اتصال بخصوص هذا الموضوع. أوكي. منو معنا؟ معنا الفنانة مها محمد. أهلاً وسهلاً. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. يا هلا ومسهلا. يا هلا ومرحبتين، يعطيكم العافية. نو يا كبيرة، صايرة على الفيديوهات اللي انت مصورتها. انا كل ما اصور سناب ينتشر ويصير عليه لويا. بس على فكرة انا بتكلم في موضوع، احنا دايما في اللوكيشن يعني خلف الكواليس نصور، مرات تلمس عالم، تقعد تقلد شخصيات، حسين منصور شاركنا. يعني نقعد شوي نرفع عن نفسنا من ضغط الشغل. صحيح. السناب اللي انتشر واللي صار فيه ردة فعل على الأستاذ حسين منصور اليوم وصلني، أنا صراحة صعقت في الرد، صدام. أولا إحنا أبدا أبدا مو صوبها، أنا ما بذكر اسمها، مو صوبها لأن ما يعني إن إحنا نذكر اسمها. صحيح. مو صوبها أبدا، إحنا كنا نتكلم يعني في موضوع إن كل واحدة أخذت لقب، مش ملكة جمال، لقب ملكة، لقب إمبراطورة، ما أدري شنو ما أدري شنو. فقلت أنا حتى الملكات الجمال قاموا ياخذون ألقاب ويشترونها بالفلوس، انتوا عارفين هالشيء. صحيح. أيوة. احنا ما ذكرنا اسمك، انت ليش يعني خصصتي نفسك لان انت في غيرك قبلك وايد؟ صح. ليش انت قلتي انا؟ ليش انت يعني على راسك بطحة؟ بعدين الرد كان جدا في قمة الوقاحة، وقمة الوقاحة وقلة الأدب، وما في أدب الحوار اللي تدعي انها مثقفة. خاصة أنه يعني كان هذا الحوار كله في يعني لقاء تلفزيوني. أستاذ قدير مثل حسين منصور لباع طويل بالفن طبعاً، ولقيمته الفنية ومكانته بين ناسه وجمهوره وأهله. يعني كيف أنت تتكلمين؟ منو أنت أصلاً عشان تقولين ما يشرفني؟ أنت منو؟ أنت منو أساساً؟ من وين جاية؟ أستاذ حسين المنصور فنان خليجي معروف على مستوى دول الخليج والدول العربية طبعا، لكن انت من؟ انت من؟ احنا ما نقبل على زميلنا. أكيد. انا اليوم وايد احتريت، وايد صارت في اتصالات، وايد يعني راح نسوي حملة اساسا مع الفنانين ان على هالموضوع، لان انت من؟ اذا انت من المرتزقة يبون يطلعون على ظهار على ظهور النجوم بيشتهرون فترة مختفية عشان الشو، فيعني مش الشهرة القذرة، هالاسلوب قلة الادب عيب. يعني حتى الناس يعني والله العظيم حتى الناس نقول انتم مش، مع احترامي لجميع المستمعين، نقول انت مش متربي بعد ما يتكلم بهالوقاحه. صحيح. صحيح. ما يشرفني محشومين طبعا جميعا. كنت اقول للاستاذ الحين هو بعد ما يتشرف اصلا تقولين اسمه. انت مين يعني انا أأيد كلامك، ولكن في نفس الوقت لا تجوز المقارنة أنه يتذكر اسمها ولا ما يتذكر اسمها. في نهاية المطاف الخطأ الحين صار أن أنا خليني أتمشكل وخليني أقط كلمتين بالعظم عشان الناس تسولف عني بدون أي احترام، لأني أنا قاعد أوجه رسالتي حق منه. وهذا الشيء بدأ صار عشان شنو؟ عشان أبي الناس بالسوشيال ميديا تسولف عني بس. بالضبط. فرقعة. وهي كان بإمكانها إذا كانت بتتأكد بالحياة. بالضبط. أنا بس بقول شغلة، يعني أنا ليش هي بالذات اللي نطت وحسب تحسب؟ أصلا إحنا لاهيين بالتصوير، ما ندري منو اللي نازل، ما ندري من اللي شاري رقاب، ما ندري منو رشح نفسه، ما ندري عنهم. صحيح. منو هي أصلا؟ إحنا مو بصوبها ولا ندري عنها، ولا حتى لما كنا نسوي سنابات نقصدها ولا يتبعنا أساسا صراحة وللأمانة. وأستاذ حسين منصور عقب ما ضحكنا وانبسطنا قال ترى كل الفنانات زميلاتي كلهم ملكات وكلهم أنا أحبهم. صحيح. وعزيزات على قلبي. مو غريب عليه، مو غريب عليه، يعني غشمرة بين ربع وبعدين تصوير بعد الضحك والغشمرة قام قال هالكلمة وكلنا قلنا نفس الكلام. بس يعني أنت الوحيدة اللي نطيتي ترى فيه يعني قبلك احنا سامعين فلانة خبت وفلانة خبت، ليش أنت قلتي أنا وأنت للحين أساسا ما
يعني ما رشحتي نفسك وما كنتي للحين نازلة أو شيء ما أدري شو الموضوع. إحنا كنا ما هو الحين خلي سالفة ما أدري، هو الحين وصلنا حق سالفة مو مهم، خذاها خلاص كيفها مو مهم. شافت فيديو منتجينا ومقصين وحاطين صورتها فقالت إن أنا فحكمت. لا بس أنا بقول لكم شغلة، حسين المنصور ترى مش على شنو يعني دائما كلمته، لو انتم متابعين السنبات اللي قبل كل شيء كل شوي يقول على شنو على شنو. صح. لازمته في المسلسل وبالحياه صارت. صح. على شنو يعني ما يقصد حد فيها، هو الفيديو مفبرك ما يقصد صح. ابدا انا مش دفاع بس انا قاعد اتكلم بالحق، ما يقصد حد فيها احنا ولا الناس اللي متابعيننا على السناب راح يعرفون ان صحيح. الكلمه دائما استاذ حسين منصور يقولها على شنو. طبعا انا اقول له دور زوجته في المسلسل اقول له طلقني يقول لي على شنو. حتى انا يعني اي والله أنا... يعني كل موضوع ضحك وغشمره بس ان توصل لقله الادب وعدم الاحترام لا اني في خطوط حمراء. مها انا حبيت عليها مش طبيعيه اكيد ده. انا حبيت ان اول اتصالكم معاك لان انت صاحبه الفيديوهات اللي انتشرت وتوضحين حقيقه الفيديوهات اللي صارت. ابي انتقل الحين حق الاتصال الثاني اللي هو الاتصال مع الفنان القدير حسين المنصور. بس خليني اقول لك مشكوره وما قصرتي على التوضيح وعلى الكلام اللي انت قلتي والرساله اللي وصلتيها. مشكوره وايد وما قصرتي. مع السلامه. يعطيكم العافيه. هلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قبل لا اقول لك الو، قبل لا اقول لك مساك الله بالخير، انت فنان من فنانين بلدي اللي اعتز فيه، انت كل خليجي وعربي يحبك ويعتز بما قدمته وساهمت بتقديمه بالدراما الكويتيه والخليجيه. انت فنان من عائله فنيه، انت خلوق ومحترم، ولن نقبل نهائيا بان يقوم احد بالتقليل من شانك. صحيح. لا سمح الله، او انه يمسك او يقرب منك. وان كنت انت راح تترفع عن الرد فحط في بالك بان ابنائك ومحبينك في كل دول الوطن العربي ما راح يقبلون بهذا الكلام. الفنان الراقي والجميل والكبير حسين المنصور، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. هلا حبيبي، هلا بالغالين، هلا بالطيبين، يا هلا فيك، هلا بعيال ديرتي، يا هلا فيك. والله على راسي اقسم بالله انتم كلكم اهل الكويت واهل الخليج اللي شفته اليوم واللي قريته بالتويتر وبالانستغرامات وغيره وغيره شيء يرفع الراس. اقسم بالله العظيم انا ولدكم، انا اعوذ بالله من كلمه انا معروف اخوي. أنا حبيبي معروف، أنا اسمي حسين عبد الله خليفة المنصور العربج الهاجري. مليون نعم. لي ناسي ينعم بحالك. أنا معروف شنو أنا؟ أنا كويتي خليجي، كويتي رافع راسي طبعًا. خليجي وافتخر طبعًا. معروف منه أنا ما أدري شنو. هذه مريم حسين مثل ما قالت، أنا لا شفتها ولا عرفها، أنا سمعت إنها من مريم حسين. قالوا لي بالوسط الفني. وش وسط الفني؟ شنو تشتغل؟ ما أدري شنو، ما أدري عنها. والله العظيم ختم بالله بعيالي ما أدري عنها ولا هي صوبها ولا تحجت عنها. وأنا كل اللي قلته قسما بالله بأني قلت أنا قام يمطاروا ملكة جمال الفنانين والفنانات ما شنو. قلت زميلاتي بالمجال أعتبرهم ملكات. صحيح. وكلهم زميلاتي وخواتي طبعا. وكل واحدة ملكة عند نفسها طبعًا. كل واحدة ملكة عند... هذا اللي قلته. والله إذا تبي كلمة من أخوك اللي يحبك على شنو؟ بس خل أقول لك شيء عشان خاطري أستاذ حسين المنصور. لا تبرر حبيبي، لا تبرر. أنت أكبر وأرقى من أنك تبرر. لا تبرر حق أحد شيء. احنا ما راح نرضى لك ان انت تبرر حق احد شيء. اللي بيفهمك عدل خليه يفهمك عدل، اللي ما يفهمك لا تبرر. لما يكون الطرف الثاني والخصم في مستواك وفي مقامك برر، ولكن في هذه القضيه لا تبرر. انا ما ارضاها عليك شخصيا، ما ارضاها عليك، لا تبرر. والله يا حبيبي والله مو قاعد ابرر، بس انا علشان محبيني واهلي بالخليج واهلي بالكويت يعرفون شنو انا واللي قصه اللي صارت. عارفينك من عمر، عارفينك من عمر استاذ حسين المنصور، عارفينك من عمر. والفيديو اللي نزل مفربك والله العظيم، باني كلمه على شنو اقولها دائما. صحيح. لزمه صارت عندي. صحيح. لزمه. صحيح. فانا مش قالت يسمونها مها، قلت لها انا وسلمى قلنا على شنو. فهذيك قالت انا ملكه جمال وركبوا عليها على شنو. اي والله، والله عثرت ملكة جمال على نفسك، ملكة جمال على شكو فيك. اي والله انا شكو وتحت على شنو. انا لله الحمد عارف نفسي وعارف شنو تحت وعارف شو اقول، وعمري ما ضر احد وعمري ما تكلم طبعا على احد. طبعا على احد. هي يعني ما ادري شنو يعني. هل تبي، اذا انا قاعد اقول لها نصيحه، اذا تبي الشو لا تاخذ على عيال الحمايل. اي والله لا تدخل عيال الحمايل. صح. والله العظيم هل كل احد يسوي شيء على قده يعني؟ لا 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 تقعد تسوي شو على هذا يعني. ما وطالع بكل مدازيل، انا دزولي اللي يقول لي اشتكي واللي يقول لي ما ادري شنو واللي ما
قلت والله العظيم ولا أرد ولا هزت مني شعرة طبعاً. أقسم بالله بأولادي ما هزت مني شعرة. كيف إنك تعرف نفسك؟ من هي أصلاً ما أعرفها والله ما أعرفها. قالوا بالمجال ما أدري شنو تشتغل بالمجال. ولا أنا. مساعدة مخرج. ولا إحنا ما ندري ما حد اللي يدري خلي فينا. ما ندري ما ندري ما ندري. إحنا بس إن ندري إن الأستاذ الراقي سعود. وأنا ما يشرفني وأنا ما يشرفني يجيب اسمي ما يشرفني يجيب اسمي على لسانه. ولا أتشرف إني أجيب اسمها على لساني. أنا شو هي مني؟ أنا بس أنا, بس أنا الحين بس بطلبك طلب. أنت طول بالك وهدى أعصابك وابتسم يا زين ابتسامتك وخلك لنا ذخير وفنان نعتز ونحترمك حبيبي. ونثق فيك ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. بس هدى أعصابك والموضوع حبيبي أفضل هي بشر وأفضل ما أدري شنو. لكن إحنا يعني اللي واحد يعرف وإذا كانت فنانة المفروض ترتقي بكلامها صحيح ترتقي بحديثها. ترى من مميزات أو من مقيمات الفنان أخلاقه والتزامه طبعاً هل اثنين أخلاق والتزام. وأنا ما أسوي شيء ولا أشهر بفلان وعلان إلا ما نتأكد من شيء. فأنا نصيحة أنصحها يعني لا إذا بتسوي شو وإذا بتسوي ما أعرف إيش لا تقول لا تطالع عيال الحمايل وبنات الحمايل رجاء يعني بس هذا اللي أقول. وأنا صدقوني أنا باللوكيشن الحين مبسوط ويا زملائي قاعد أصور وأضحك ولا قاعد ربعي يقولوا لي على شنو انزين. سولف لنا اللوكيشن اللي انت موجود فيه هذا لاي عمل برمضان ان شاء الله. هذا الرجل شنو الله يديم اليوم عافيه يا رب. امين يا رب. سولف لي عن هذا اللوكيشن اللي انت متواجد فيه لاي عمل. والله لوكيشن كلنا اخوان وربع ونقي نضحك ننطر باكر متى يا شك نقعد ونضحك ونطفر بعض ونسولف اكيد مسلسل اجتماعي حلو كوميدي خفيف ومستانسين فيه لله الحمد ولله الحمد. ما علينا اني بروحنا نصور والناس بالتزمه ويانا قاعد نصور لها سنابات نضحكها ونقول لها ونشوقها حق المسلسل لا اكثر ولا اقل والله العظيم. اكيد انزين انا الحين خل هالموضوع هذا على صوب. الحين انا صرت طماع بفنك ابي اعرف المسلسل شو اسمه منو فيه متى راح ينعرض. سولف لي عن هالمسلسل استاذ حسين. المسلسل هذا ان شاء الله على حق رمضان واسمه الوجه المستعار. في انا وعبد الله من كلمه انا ونادي الكندري ومها محمد وسلمى سالم وشهاب حاديه وسمعان توفيق ما شاء الله وفوز الشطي مجموعه كبيره وشباب ونواف نجم واخراج نور الضوي ومساعده اخو اسامه ويعني ومبسوطين والحياة حلوة وإن شاء الله قريب نخلص إن شاء الله وتشوفونا إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا على تواجدك معنا وشكرا حبيبي. على أنك وأنا شاكر لكم وهذا العشم فيكم حبيبي. وانتو السند وانتو الظهر وانتو كل شيء بالنسبة لي. الله يحفظك على راسه وأتف فيه. يسلم راسك حبيبي. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. الفنان الأستاذ حسين المنصور مشكور وايد وما قصرت وربي يحفظك. مشكور على هذه المداخلة يعني ما تسوى حرقة القلب حتى اللي قلبه احترق فيها. بس دام أنه هو قال اللي بقلبه هذا أهم شيء. نفضفض وقال كل شيء وانتهى الموضوع عنده. أصلا هو أصلا منتهي عنده. شنو كان موضوعنا اليوم لأن نسيتها نفس ما نسيت اسمها. حبيت. شنو الشيء اللي حاولت أنك تحبه بس ما قدرت أهي